الله أكبر، 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 الله أكبر. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نشهد أنه بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشهدين. فصلوات ربي عليه وعلى أصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين برضاك والجنة، أمين. أحبتي في الله، هذا يوم البر، هذا يوم الوفاء، هذا يوم الصفاء، هذا يوم الصدق، يوم الحب والوفاء، يوم البذل والعطاء، يوم الإنفاق والعطف على الفقراء، هذا يوم تمسح فيه دمعة اليتيم، هذا يوم بر الوالدين، إنه يوم توصل فيه الأرحام، يوم تفقد المساكين وزيارة قبور المسلمين وزيارة المرضى وإدخال البهجة والسرور على الأهل والجيران، إنه يوم تتصافح فيه الأيدي وتتآلف فيه القلوب ويسعى فيه الساعون للإصلاح بين المتخاصمين. يوم التضحية والوفاء هما يومان وليس يوما واحدا. يا للحظ المسلم، أعظم أيام الدنيا فاقتران يوم الجمعة ويوم العيد، عيدان عظيمان وفضلهما لا يعد ولا يحصى، فطوبى لمن أطاع الله فيهما باجتناب نواهيه وامتثال أوامره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو أفضل أيام الأسبوع. ويوم العيد يوم النحر العاشر من ذي الحجة، التي هي أعظم أيام الدنيا أيضا على الإطلاق. لذلك قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيب بها نفسا. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال حسن غريب، وصحه الحاكم. وقد سأله الصحابة: ما هذه الأضاحي؟ قال صلى الله عليه وسلم: سنة إبراهيم. قالوا: وما لنا بها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. هذا الحديث أيضا رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، وقال حسن غريب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أحبتي في الله، إبراهيم عليه السلام بعد العمر الطويل يرزق الله بإسماعيل، يبدأ الحب بين الشيخ الكبير والصبي الصغير، وما أن تلذذ بحبه، وما أن ملأ بعينيه، وما أن ملأ عينيه به، حتى جاء أمر من الله عز وجل للسفر به وأمه من أرض الشام إلى أرض الحجاز.
امتثل إبراهيم عليه السلام لأمر ربه عز وجل، وأخذ وحيده إسماعيل وزوجته هاجر وذهب بهما إلى مكة، وكانت مكة يومئذ لا نبات فيها ولا ماء. رجع إبراهيم عليه السلام إلى الشام وترك هاجر وولدها الذي طالما دعا الله عز وجل أن يرزقه به. ثم كانت تضحية كبيرة، بعد أن يرزق الولد ويراه بين يديه وتقر يحرم منه وهو حي يرزق، والأعجب أن يحرم منه طائعا مختارا نزولا عند أمر الله عز وجل. تتبعه أم إسماعيل وتقول: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ قالت ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها، فقالت: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. أي صبر هذا، وأي ثبات هذا، وأي موقف عظيم هذا! إنه الثبات على الحق، إنها العقيدة السليمة الحقة. الأمة اليوم في حاجة إلى نساء أمثال هاجر عليها السلام، المعلمة التي علمت العالم قمة التوكل على الله والثقة بالله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. يكبر إسماعيل وتأتي قمة المحنة، حيث يتعرضان لاختبار عظيم، وهو أمر الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام قد رأى في الرؤيا أنه يذبح ولده، فلم يتردد بل لم يجزع، وبادر إلى تنفيذ أمر الله، وقال لولده كما يذكر أهل التاريخ والسير: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل. يقول إبراهيم عليه السلام لإسماعيل: هيا بنا نقرب قربانا لله عز وجل. وأخذ معه سكينا وحبلا، ثم مضى مع ابنه حتى إذا كان بين الجبال. قال له إسماعيل: يا أبتي، أين قربانك؟ يا أبتي، أين قربانك؟ قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هل فر إسماعيل بين الجبال؟ هل قال: كيف تذبحني وأنا وحيدك؟ كيف تذبحني وتتركني في هذه الجبال وحدي؟ بر ما بعده بر، طاعة ليس لها نظير. هان كل شيء أمام أمر الله، هان حتى أحب الولد أمام أمر الله. هكذا إبراهيم يضحي بولده الوحيد على هذه الهيئة الرهيبة، امتثالا لأمر الله ورغبة في رضاه. وهذا الفتى البار الرائع يستجيب بكل هدوء رغبة في طاعة الله وبر والده. أين نحن من هذه المعاني السامية؟ كثيرون أولئك الذين يضحون بطاعة الله ويتجاهلون أوامره تعالى من أجل مصلحة الأبناء، كما يتوهمون يأكلون الربا ويقبلون الرشوة ويكتمون الحق ويشهدون الزور. وإذا سئل أحدهم عن هذه التجاوزات تعذر بأن له أولاد وعليه التزامات مالية ومسؤوليات كثيرة جعلته يضحي بدنياه وآخرته من أجل أبنائه. وقد يقول آخر: لأنتظر أولادك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. هذا فساد العقيدة. إسماعيل عليه السلام لوالده: يا أبتي، أشدد علي رباطي حتى لا أضطرب. اسمعوا رعاكم الله، إسماعيل يقول لأبيه وهو سيذبحه: أشدد علي رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي. فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي. فإذا أتيت أمي فإذا
أتيت أمي فقرة عليها السلام، فأقبل عليه إبراهيم عليه السلام يبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني، نعم العون علي على أمر الله يا بني. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا، وقيل إنها انقلبت، فقال له إسماعيل: ما لك يا أبتي، ما لك يا أبتي يريد أن يذبحه؟ قال: انقلبت. فقال: يا أبتي طعن بها طعنا. فلما طعن بها نبت ولم تقطع شيئا، لأن الله ما شاء ذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله، الله أكبر ولله الحمد. علم الله عز وجل في الأزل أن إبراهيم وابنه لن يتأخرا عن تنفيذ أمر الله، وأنهما صادقين في التسليم لله. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. فنظر إبراهيم فإذا جبريل عليه السلام معه كبش أملح عظيم جاء به من الجنة فداء لإسماعيل. جاءت البشارة بفداء إسماعيل بنحر الكبش الذي أصبح عيدا لأبناء الإسلام. أحبتي في الله، لابد أن نستحضر هذه القصة المثيرة والمؤثرة عند النحر، لنعلم كم هي عظيمة وغالية هذه الأضحية. ليست عظيمة بلحمها وشحمها، ولكنها عظيمة بمعانيها ومغزاها في تضحية إبراهيم عليه السلام بابنه استجابة لأمر الله، وفي بر إسماعيل لوالديه. أين نحن من هذا البر؟ بر الوالدين من أعظم المنازل عند الله عز وجل، ومن أرجى الأعمال بالقبول. انظروا واسمعوا وتمعنوا في قوله عز وجل في سورة المعارج، يقول تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ يوم القيامة، يفتدي ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ولم يذكر الأب والأم، لم يستطع أن يذكر الأب والأم. المجرم لو يستطيع أن يغرق في النار زوجته وإخوانه وعائلته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا فينجو هو من العذاب، ولم يجرؤ أن يفتدي بأمه وأبيه لعلمه بعظم منزلة الوالدين عند الله، ولأن ذلك سيغضب الرب، ولأنه يعلم أنه يأمر بالإحسان إليهما، فكيف يفتدي بهما؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر والله أكبر ولله الحمد. أحبتي في الله، أيها الآباء، أيها الأولياء، ونحن على أبواب الدخول المدرسي، فإن أعظم ثروة وأثمن كنز وأنفس ذخر يورثه الآباء للأبناء الأخلاق، ثم الأخلاق، ثم الأخلاق، ثم التعلم والتربية السديدة. فلا يقتصر دوركم في الإنفاق وشراء الملابس ومستلزمات الدراسة، بل لا بد من استشعار الأسرة بالدور الرئيسي والمهم الذي يبصم حياة الأبناء، باعتبار الأسرة المؤسسة التربوية الأولى التي تؤثر إلى حد بعيد في تنشئتهم وإعدادهم للتمدرس الناجح. ولا بد من استشعار أهمية هذه المرحلة لاستغلالها في التأديب والتوجيه وغرس القيم النبيلة، وإلا فالأسرة اليوم أغلبها تخلى عن دورها الفطري والرئيسي في التربية. تخلت الأسرة عن التربية، وصار الأبناء عرضة لكل التيارات، فمسؤولية الأسرة عظيمة جدا. يقول تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حتى لنشتكي أخلاق أبنائنا،
أزمة الأخلاق. ربوا أبناءكم حتى لا نشتكي مما يقع. قال علي رضي الله عنه عن هذه الآية: قوا أنفسكم، أي علموهم وأدبوهم، وإلا فسنسمع ونرى أكثر مما نسمع وأكثر مما نرى الآن. مجتمع يضيع، شباب لا خلق له، ولا أعمم، الأخلاق في انهيار، سرقة هناك واغتصاب هناك واعتداء بالسكاكين، خوف ورعب ينتاب الناس. أبناء من هؤلاء، من رب هؤلاء؟ أليس أبناءنا؟ أزمة خطيرة حلت بالمجتمع، المسؤولية جسيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل رجل عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإن كانت المسؤولية لا تقتصر على الأسرة فحسب، بل الأسرة مسؤولة، والمدرسة مسؤولة، والإعلام مسؤول، والشارع مسؤول، والجمعيات كلها مسؤولة. فرسالة التربية والتعليم لا بد فيها من تضافر جهود الجميع من أجل إعانة المدرسة على الاطلاع بوظيفتها على أكمل وجه. فأبناؤنا وبناتنا أمانة في أعناقنا جميعا، وسنحاسب لا محال على كل تفريط لا قدر الله في تربيتهم وتعليمهم. فلنقدر جميعا هذه الأمانة حق قدرها. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، والحمد لله رب العالمين. أما أنتم أحبتي في الله الأساتذة المعلمون، أنتم من تشرفتم بأعظم مهمة وأشرف وظيفة، اختصكم الله سبحانه بهذه الرسالة، هنيئا لكم شرف الرسالة ونبل المهمة. أنتم حملة المشكات، مشكات النبوة. أليس يقال: كاد المعلم أن يكون رسولا؟ فمهما عانيتم وقاسيتم، ومهما جار البعض عليكم وظلمكم وهمش دوركم وانتقص من رسالتكم وقلل من هيبتكم المتأصلة وغمضكم حقكم الأدبي والمعنوي، فستظلون المنهل العذب الذي تسقي منه الأجيال، والنور المتوهج الذي تسير الأمة بهداه إلى العزة. لقد مدحكم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. أي فضل هذا؟ أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ أحبتي وأساتذتي، كما يقال: مع عظم التشريف يعظم التكليف. فعليكم بالإخلاص في حمل الرسالة وأداء الأمانة. لقد ائتمنتكم الأمة على أعز ما تملك، على قلوب وعقول فلذاتها وأكبادها وأبكار ثمرات فؤادها وعلى مستقبلها. فأي تهاون أو تقاعس أو إهمال في أداء هذه الأمانة فإنه لون من ألوان الخيانة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فيا أمة التربية والتعليم، بوركت جهودكم ولا حرمكم الله ثواب بذلكم وعطائكم، فإنكم تعمرون ثغورا عند الله عظيمة. نفع الله بكم البلاد والعباد، كم علمتم من الأجيال وربيتم، وأنا وغيري نتاج مدرستكم. سيكون ذلك بإذن الله رصيدا لكم في الدنيا والآخرة. علموا الأجيال المعتقد الصحيح والصلة بالله والمنهج السليم والدين الحنيف الذي تشرفنا جميعا بالانتساب إليه، وربوهم على منهج الاعتدال والوسطية، وعلموهم قيم التسامح والتعايش والرفق واليسر ورفع الحرج، وحثوهم على التخلق بأخلاق الإسلام، وخصوصا خلق الحياء والاحترام. واعلموا أن جنودا يعملون في الخفاء والعلن من أجل طمس هوية هذه الأمة وتفسيق أبنائها وهدم قيمها وتمييع أخلاقها،
فمسؤوليتكم أعظم ودوركم جسيم في هذه المعركة. وكان الله في عون العاملين لخدمة دينهم وصلاح مجتمعهم وأمنهم، إنه الجواد الكريم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تذكروا ما أنتم قادمون عليه من الموت وسكراته والقبر وظلماته والحشر وكرباته وصحائف الأعمال والميزان والصراط وروعاته. واذكروا من صلى معكم في هذا المكان فيما مضى من الزمان، كيف اختارهم هادم اللذات فأصبحوا مرتهنين بأعمالهم، فأحدهم في روضة من رياض الجنان أو في حفرة من حفر النيران. فتيقنوا أنكم واردون على ما عليه وردوا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وأثنى بملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحب الكرام أجمعين. اللهم سر بنا عن نهجهم ولا تخالف بنا طريقهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فزده كل خير، ومن أراد بالإسلام شرا فرد كيده في نحره يا رب العالمين. وانصر اللهم أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين وحامي حمى هذا البلد الأمين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين، واحفظه بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم أقر عينيه بولي عهده صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن. اللهم أنبته نباتا حسنا واشدد أزره بشقيق صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد، واحفظه قرير العين في سائر أسرته الملكية الشريفة. وتغمد اللهم برحمتك الواسعة الملكين الجليلين محمد الخامس والحسن الثاني رحمهم الله، وطيب الله ثراهما وأكرم مثواهما وبوئهما مقعد صدق عندك. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اشف صدورنا وطهر قلوبنا وارحم أمواتنا واشف مرضانا واقض ديوننا واهد ضالنا وأدم أمننا واستقرارنا وأصلح أحوال أمتنا. اللهم اغفر لأمة الإسلام كفة الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما على ذلك. اللهم اجبر كسر هذه الأمة وادفع اللهم الكرب والشدائد عنها يا رب العالمين. اللهم استرنا واحفظنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس همومنا والطف بنا وتجاوز عن تقصيرنا واقضي عنا ديوننا واحفظ أعراضنا. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجمع أمرهم ولم شافهم وتولى أمرهم. اللهم اكشف البلاء عن هذه الأمة وأبدل عسرها يسرا وغير حالها إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إن استودعنا عندك أحباء أحببناهم وأحبونا. اللهم إن استودعنا عندك أحباء أحببناهم وأحبون فيك، هم عندك كانوا معنا وانتقلوا إلى جوار رحمتك، فاللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عنهم. اللهم إنا جعلنا آباءنا وأمهاتنا ودائع عندك سبقونا إليك أوحشونا يا رب، فاللهم تول أمرهم واغفر ذنوبهم وارفع درجاتهم وارحمهم كما ربونا صغارا. آثروا قربك وجوارك وكنا أعز ما يملكون في الدنيا وهم أعز علينا من أنفسنا، هم الآن يحتاجون إلى دعائنا وإلى إحساننا وإلى برنا، فاللهم بلغهم دعاءنا وإحساننا وبرنا وبلغهم حبنا واشتياقنا إليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ظهورنا مركبا لآبائنا وأمهاتنا، عذرا لكم يا آباءنا وأمهاتنا، نرجوكم وندعوكم لتغفروا لنا زلاتنا وأخطائنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أقرئهم سلامنا، اللهم أقرئهم سلامنا وبلغهم سلامنا،
ونحن في هذا اليوم العظيم وفي هذا المكان العظيم، فاللهم سامح والدينا، اللهم إن فضلهم علينا كبير، درسونا وعلمونا، جاءوا من أجلنا، تحفوا من أجلنا، تعروا من أجلنا، فاللهم جازيهم عنا خير الجزاء. اللهم إن استودعناهم ضيوفا عندك فأكرمهم يا كريم، يا كريم أكرمهم، يا جواد جد عليهم، يا لطيف الطف بهم. اللهم إنا نتوسل إليك أن ترحم والدينا جميعا، أقرهم سلامنا ودعاءنا، وقل لهم أننا ندعو لكم في كل مكان. اللهم إن نبينا قال ولد صالح يدعو له، اللهم هذا منا الدعاء ومنك الإجابة يا أرحم الراحمين. اللهم إن رضاك مرهون برضا والدينا، اللهم إن نسألك أن يرضوا عنا والدينا. يا والدينا، يا والدينا عذرا لكم، يا آباءنا عذرا لكم، يا أمهات عذرا لكم، إن قصرنا في حقكم في الدنيا أو قصونا عليكم، فاللهم اغفر لنا غلظتنا وقسوتنا عليهم، واغفر تقصيرنا في حقهم. ونسألك يا أرحم الراحمين أن تجمعنا بيت تجمع بيننا وبينهم غدا يوم القيامة في جنات النعيم. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذا الحفل البهيج من رجال السلطة ورجال الأمن وكل من ساهم من قريب أو بعيد من رجال الأمن ورجال النظافة وأصحاب اللوجستيك. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يحفظهم، وأن يغفر ذنوبهم، وأن يبارك فيهم وفي أعمالهم، وأن يبارك في أولادهم. اللهم يا أرحم الراحمين اكتب هذا في موازين حسناتهم، وصل اللهم وسلم وبارك على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى أصحابه والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وما تنسوش ديروا جيم.